عقائق جديدة تضيفها. ولو تشاء ضباوك الفرد. حاولنا نعمل اليوم حفل إشهار لمؤسستنا، كان ضمن خلال المعرض الفني اللي راح تشوفوه هلا، وراح يتخلل حفل الإشهار أيضا عمل مسرحي وعرض فيلم سينمائي وقصة قصيرة، بس نبين للعالم أنه أصلا مو موجود إرهاب، هو إحنا عبارة عن فنانين وشعراء وكتاب وسينمائيين حتى. أي توترات اجتماعية أو فصائلية أو سياسية، الحضارة تجمع أبناء البلد بغض النظر عن اختلاف الآراء، ونريد أن نلغي هذه الصورة السلبية عنا. لذلك اخترت موضوع ادلب في الزمن الجميل، وإن شاء الله ستظل جميلة طالما نحن مجتمعون هنا. لوحات كانت بتحكي عن الطبيعة صامتة بشكل عام، وزائد أحياء ادلب ودمشق وبعض القرى الموجودة حول ريف ادلب. الهدف المعرض ان نقول نحن بعد غياب كتير طويل عن الفن التشكيلي بالبلد او بالمناطق المحررة بالتحديد، مو بس فن التشكيلي، بعد غياب الحالات الثقافية بالعام، ومن ضمن الفن التشكيلي في طبعا تم تغييبه للفن التشكيلي عن ثقافة البلد. فنحن بنقول ان نحن موجودين كفنانين تشكيليين، نحن في إن كلمتنا اللي عم نقولها من خلال لوحتنا، في منشد على ايد اي حدا بيحاول او بيحب يكون معنا ضمن فريق فنانين تشكيليين، وان شاء الله نكون نال اعجاب الناس